برحب بسيادة النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وبرحب بالمهندس أحمد كامل مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لنظم المعلومات الجغرافية. مهندس أحمد، سيادة النائب عمرو، أهلا بحضراتكم. أهلا وسهلا أستاذ عمرو، أهلا وأهلا وسهلا بحضرتك بمشاهدين أستاذ سيادتك عمرو. الكرام، وأهلا بضيوف سيادتك الكريم الأستاذ أهلا يا فندم، أهلا وسهلا. مهندس أحمد، واسمح لي أبدأ مع سيادة النائب عمرو درويش. سيادة النائب عمرو، إحنا اتأخرنا وتأخرنا كتير الحقيقة في مسألة حصر الثروة العقارية ويكون في رقم قومي موحد لكل عقار في مصر. أولا، شايف الخطوة دي بعد ما تم الموافقة على مشروع القانون، شايف الخطوة دي وأهميتها إزاي؟ طبعا، يعني أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي أكيد. أبدا. طبعا من رقمنة العقارات في مصر وحصر الثروة العقارية في مصر ده موضوع في منتهى الأهمية. احنا عندنا حالة واسعة جدا من العشوائية في مسألة العقار والثروة العقارية في مصر، فبالتالي أن يبقى في رقم موحد، أن يبقى في رقمنة للعقارات، أن يبقى في تحديد المسؤوليات، أن يبقى عندك خريطة واضحة لمنظومة العمران في مصر. أعتقد ده هيسهل علينا يعني أمور كثيرة جدا، سواء في ضبط منظومة العقار ومنظومة العمران في مصر، أو حتى كمان يعني مراقبة عمر العقار والتغيرات واللي بتطرق على العقار. فبالتالي احنا أمام حاجة مهمة جدا، أمام مشروع قانون في منتهى الأهمية. يعني احنا هننتظر إن شاء الله في بداية دور الانعقاد القادم في شهر أكتوبر علشان خاطر يعني ياخد مساره الطبيعي في المناقشات، علشان إن شاء الله يقر البرلمان في أسرع وقت ممكن. يعني هذه المنظومة منظومة في منتهى الأهمية، منظومة محتاجينها أيضا في ظل الجمهورية الجديدة، محتاجين يبقى قدامك خريطة واضحة للعقارات، محتاج إن احنا نبقى عارفين أيضا كمان تاريخ كل عقار عشان نقدر أيضا نحل مشكلات مرتبطة بمسألة العقارات اللي ما بتبقاش محدد ليها تواريخ أو أعمار، أو ما بيبقاش محدد ليها أيضا الأمور اللي محتاجة هذه العقارات، سواء ممكن كانت حد يقول بالترميم حركة يعني أو بالإحلال أو بالهدم. عمرو، أنا كمواطن هيفرق إيه معايا يعني إن العقار بتاعي يكون ليه رقم قومي أو سجلي؟ طيب يعني شوف حضرتك، بالمعنى ده ده مهم جدا. يعني هنقول مثلا لو ملف مهم مرتبط بمسألة رقمنة العقارات، ملف التصالح مثلا في مخالفات البناء، عندك يعني مباني بالملايين محدش يعرف عنها حاجة، مش مرصودة، حتى كمان يعني أصحابها ما عندهمش خلفية بضرورة التعامل معاها بشكل أو بآخر أو ترميمها. مسألة الإيجارات، عندك عقارات متهالكة، عندك يعني ملف تهالك العمارات وسقوط العقارات منتشر في معظم المحافظات، لأن أنت ما عندكش خريطة واضحة لده. بيطلع مثلا قرار بترميم أو قرار بإحلال وتجديد أو بتصالح، ما عندكش خريطة واضحة للعقار. فبالتالي الفايدة هنا بتعود على المواطن في المقام الأول، خلاص بيبقى عندك شيء مرخص، صح، عندك شيء معلوم تاريخه، عندك شيء أيضا حوكمة الثروة العقارية، ده موضوع في منتهى الأهمية. يعني هو في الحقيقة مشروع مهم جدا، أكيد. ومشروع يمكن في دول في المنطقة سبقتنا إليه بمراحل، فإنك تبدأ فيه من دلوقتي ده كويس جدا، إنك تنهيه أيضا في مدة 6 شهور منذ إصدار اللائحة التنفيذية، ده معناه إن في إصرار لدى القيادة السياسية ومنظومة ضبط العمران في مصر علشان خاطر نبقى نواكب يعني مرحلة التحول الرقمي اللي مصر بتتوجه فيها. فهي مكاسب على كل الأطراف في كل المحاور، المستفيد الأول المواطن، ثم تأتي الدولة المصرية لما يبقى عندها خريطة واضحة تقدر كمان تحدد الخطة الاستراتيجية الخاصة بالمحافظات، تقدر أيضا تشوف الاتجاه العمراني هيبقى رايح ناحية فين، ضرورة أيضا مسألة تطوير العمران، لا هيبقى فيها استفادة كبيرة جدا سواء للمواطن أو للدولة. عظيم جدا. أيضا مهم جدا نقول أن مسألة الرقمنة يساعدك في مسألة التعبئة والإحصاء، يبقى عندك أيضا أرقام ل يعني الشعب المصري، المواليد، الوفيات، أصحاب العقارات، يعني عندك ربط أيضا لمنظومة التعبئة والإحصاء، هتبقى مهمة جدا عشان يكون عندك حصر دقيق لعدد السكان على المدى القريب أو المدى البعيد.